النجار بتوجه ليك بالشكر. تعال نشوف الازمه الاولى لما رفع الشيخ فرج الشاذلي الاذان الشيعي، وحينما جاء ايضا هاجمته مؤسسات دينيه مختلفه وطلبوا بالتحقيق معه. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة مادام انا سليم العقيده وواضح تمام التمام، والسقطه بتاعتي كانت ظاهره كده، ظاهريه كده في الاذان، وبعترف بيه وبتبرأ منه كويس خالص، نجت فيه انا شخصيا، وما جتش في واحد تاني اللي يعرف ادافع عن نفسه ودافع عن اخواني. يكفيك ما يقوله الدكتور فرج الله الشاذلي من انه يعني الذين كتبوا له اذان الشيعه في العراق وقالوا له اذن، يعني هو فعل ذلك من باب المجامله، فلماذا يستخدم هذا الأذان الآن في محاولة إشعال الفتنة وفي محاولة تشويهه أيضا؟ تفضل. نعم، هي فتنة. هي فتنة وإن كان الشيخ قد أبدى أسفه واعتذاره. إيه الفتنة في إنه شيخ أزهري يؤذن أذان الشيعة؟ كان الموقف حرجا بالنسبة له، لأن جميع من سافر إلى العراق وإلى إيران من القراء والمبتهلين المصريين من الإذاعة وغير الإذاعة أذنوا هذا الأذان. الموضوع أرادوا أن ينالوا منه من جهة، ومن جهة أخرى أن يقولوا إن الأزهر الشريف الذي تخرج منه الدكتور فرج الله ومن على شاكلته ومن مسؤولي نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، هؤلاء جميعا يعني يشاركوننا الرأي ويشاركوننا الفكر ويشاركوننا العقيدة. أنت يتطلب استقالته كأمين عام لنقابة القراء يعني؟ والله هو فضيلة الشيخ فرج الله يعني معالي وزير الأوقاف يعني طلب أن يحال إلى التحقيق أولا، وبعد التحقيق هو طبعا يسأل في هذا الأمر. كل الذين سافروا إلى بغداد أو إيران أذنوا أذان الشيعة؟ نعم، ما عدا بعض القراء اللي هم عندهم حرص شديد. شيخ محمد طبلاوي، هنا أزمة الدكتور فرج الله الشاذلي، كيف تعاملتم معها؟ صراحة أنا مبسوط إن هو اعتذر وقال أنا يعني أنا مخطئ وأعلن خطأه أمام الجميع بأنه مخطئ في هذا الموضوع. رحت إيران وطلب مني هذا الأذان وامتنعت ومنعت من دخول إيران بس إن أنا ما أخش إيران خالص، لأنك رفضت أن تؤذن أذان الشيعة. أي نعم.